نقدر دلوقتي نقول ان علاقة احمد فهمي وهنا الزاهد كويسة جدا. الموضوع بدأ لما هنا نزلت ستوري وهي بتلعب مع زيزي الكلبة بتاعت احمد فهمي، ودي صورة عادية مش من الفيديو لان الفيديو كان ستوري عندها، وده كان من يومين بالظبط. ودي كانت اول حاجة خلت الناس استغربوا انه ازاي هنا وزيزي ومع بعض وفي البيت. تاني حاجة بقى هي الصورة دي احمد نزلها عنده على اكاونت انستجرام بتاعه وهنا هزرت معاه في الكومنتس. اما بالنسبة لتالت حاجة وهي الحاجة المهمة فيهم، ان احمد امبارح كان في برنامج شريف عامر وهنا عملت مداخلة تليفونية وقالت قد ايه احمد تعب في تجهيز الشخصية دي وتعب في انه يشتغل على نفسه علشان شخصية مسلسله سفاح الجيزة، وقالت انه كان ساعات بيرجع البيت متقمص شخصية السفاح فكانت بتقوله في ايه مالك، فيقول لها انا لسه قاتل اتنين ودابح واحدة فسيبيني في حالي. يعني المداخلة بتاعت هنا كانت جميلة جدا وبينت قد ايه العلاقة بينهم كويسة. ودبح مش عارفه مين وقاتل مين، فبيبقى جاي اعصابه تعبانه بس بجد كمان يقعد على الكنبه ويقعد يذاكر قوي الدور. المسلسل ده بالذات اشتغل عليه جامد قوي قوي، يعني كان بيروح تقريبا بيقابل الناس يعني دكاتره نفسيين، ويعني كان هو يعني مجتهد قوي في الدور وباين قوي عليه في الشاشه الصراحه. احمد فهمي قال حاجه معرفش الناس خدت بالها منها ولا لا، بس قال ان هنا الزاهد هي كمان بتعمل شغل قريب عن السيريال كيلرز وكده، يعني فربنا ما يجيبش مشاكل ما بينهم ابدا لان احنا بجد بنحبهم مع بعض قوي.